دلوقتي هنحكي حكاية صورة، هنعرض صورة، راح كل واحد فيكم الصورة وراها حكاية عاوز أعرفها، اتفقنا؟ ماشي. يلا اتفضل. بص كده على الصورة يا أستاذة هالة. دي هالة ولا إيه؟ آه ده أنا. هالة فاخر وهي طفلة مع أنور وجدي. أكيد طبعًا، وأنا في السن ده لا يمكن كنت أعرف أنور وجدي ولا حاجة، أنا أبويا وداني أتصور. لا عارفاه، عارفاه. لا ما أنا كنت أي حد يشني وياخدني. طيب الصورة اللي بعد كده. ده احمد وكمال، كنا في اللي هو المناسبه اللي بيتنكروا فيها دي، اسمها ايه، الهالوين ولا هالوين؟ كده فكنا ملبسينهم كده، وكنت انا ومامتهم وكنا في استوديو وصورته. اللي بعده. الله يرحمهم. الصوره دي بقى الله يرحمهم هما الاثنين بصراحه، ده عبد الحليم، لا اسماعيل ياسين وياسين. صورة اسماعيل ياسين وياسين اسماعيل ياسين مع هالة. احكي لنا الصورة دي حكايتها ايه؟ دي كانت في الخطوبة، ما انا كنت اتخطبت لياسين اسماعيل ياسين. انت؟ والله، بس خطوبة كده ما عادتش كتير يعني، وكانت الله يرحمها طنط فوزية مامة ياسين، العقد ده كانت واخداه هدية من ملك البحرين او حاجة كده، لولي بقى اللي هو خدته طبعا بعد ما اتفسخت الخطوبة. ده اللي زعلت عليه قوي. بس واضح ان اسماعيل ياسين كان بيحبك قوي، وانا كنت بحبه جدا يعني، الله يرحمه كان شخصية جميلة 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 يعني. الله يرحمه. الله يرحمه. اللي بعده.